إسرائيل. ما الذي جاء بك من مكة؟ ألا يخبرني بعضكم بما يجري؟ صاحبك هذا مكرز بن حفص قدم على رسول الله في فدائك، فعرض أن يجعل رجله مكانك في الوثاق حتى تذهب إلى مكة وتعود بالفداء، وقبل منه رسول الله. لله در مكرز. إي وربي، وإني لأظن على رجل في مثل مروءته وكرمه وخلقه أن يبقى على شركه. أما أنت يا سهيل، فوالله ما كنت أحب أن تعود إلى مكة سالمة لما أذيت رسول الله بلسانك، وقد سألته أن يأذن لي فأنتزع ثنيتيك هاتين فلا تقوم عليه خطيبا أبدا. ذاك أنت يا عمر. أفلا تسأل كيف أجابني؟ قال: دعه يا عمر، له عسى أن يقوم مقاما يسرك. هيا، قد أوقفت لك بعيرا تنطلق به بثمنه. وأين الثمن؟ أعود به مع الفدية.